السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سنشرع في تصحيح الامتحان المحلي للمستوى الثالث إعدادي مسار عربي. نبدأ بالمكون الأول، هو استرداد المعارف، عليه 8 نقط. أجب بصحيح أو بخطأ وصحح الخاطئة، العبارة الخاطئة. الاقتراح: الفاقة الغذائية مرض ناتج عن عدوى جرثومية. الفاقة الغذائية مرض ناتج عن عدوى جرثومية، صحيح أم خطأ؟ إذن هذا الاقتراح هو اقتراح خطأ. إذن أضع علامة خطأ في خانة خطأ ثم أصحح. هل الفاقة الغذائية، ونعرف أن الفاقة الغذائية هي عبارة عن مرض متعلق بالتغذية، هل المرض هو مرض ناتج عن عدوى جرثومية؟ كلا، بل هو مرض ناتج عن نقص أو انعدام بعض المكونات الغذائية، مفهوم؟ إذن الفاقة الغذائية ليست مرض ناتج عن نقص أو غياب بعض الأغذية البسيطة. ننتقل إلى الاقتراح الثاني، الرغامة قصبة هوائية تدخل في الجهاز التنفسي، هل هذه العبارة صحيحة؟ الرغامة، هناك تعريف آخر أو كلمة أخرى هي القصبة الهوائية، نقول القصبة الهوائية أو الرغامة هي قصبة هوائية تدخل في الجهاز التنفسي، الاقتراح هو اقتراح صحيح. الامتصاص هو انتقال مواد القيت إلى المعي الغليظ، الامتصاص هو انتقال مواد القيت إلى المعي الغليظ، هذه العبارة هي عبارة بطبيعة الحال عبارة خاطئة، إذا أضع علامة في الخانة، خانة الخطأ. إذا قلنا الامتصاص هو انتقال مواد القيت إلى المعي الغليظ، بطبيعة الحال كما قلت هي عبارة خاطئة، الامتصاص هو انتقال مواد القيت الموجودة في المعي الدقيق إلى الدم، أو الامتصاص هو انتقال مواد القيت على مستوى المعي الدقيق وليس بالمعي الغليظ. إذا الامتصاص، أصحح، هو انتقال مواد القيت إلى الدم في مستوى الخملة المعوية أو المعي الدقيق. نستعمل ماء اليودي للكشف عن البروتيدات، نستعمل ماء اليودي للكشف عن البروتيدات هي عبارة خاطئة، إذا أضع علامة في خانة الخطأ. ماذا نقول؟ نستعمل ماء اليودي للكشف عن النشا، إذن للكشف عن النشا، والبروتيدات بطبيعة الحال الكاشف هو حمض النيتريك. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني، أتمم الجدول التالي، عليه 4 نقط، أغذية بسيطة، الكاشف ونتائج الكشف. عندي الغذاء البسيط هو الجليكوز، ما هو كاشف الجليكوز؟ هو بطبيعة الحال محلول الفيهلينج، أكتب محلول الفيهلينج مع التسخين. نتيجة الكشف وهو راسب أحمر أجوري فيسيبيتي روج بيريك. الآن عندنا الكاشف اللي هو ماء اليودي، ولا يوجد عندنا الغذاء البسيط، إذا الماء اليودي كما رأينا في التمرين السابق يكشف عن النشا، إذا أكتب النشا، إذا النشا زائد ماء اليودي يعطينا ماذا؟ يعطينا تلون أزرق بنفسجي.
الآن عندنا ناتج الكشف الذي هو تلون أصفر. إذا ما هو الكاشف وما هو الغذاء البسيط؟ إذا التلون الأصفر يكون للغذاء البسيط الذي هو البروتيدات. البروتيدات، الكاشف، كاشف البروتيدات هو حمض النيتريك. عندنا نترات الفضة، الغذاء البسيط الذي يكون مع نترات الفضة هو أملاح الكلورات. نترات الفضة يعطينا ماذا؟ يعطينا راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء. إذا ننتقل إلى فقرة الاستدلال العلمي الذي عليها 12 نقطة. التمرين الأول 6 نقط. تبين الوثيقة 1 صورة للرطاخة دموية بروتيسونغا. تعرف على أسماء العناصر 1 و 2 عليها نقطة واحدة. إذا لاحظوا معي هذه العناصر، ونحن نعلم أن الدم يتكون من عدة عناصر. هناك خلايا دموية والبلازما. الخلايا الدموية تنقسم إلى خلايا كريات حمراء وكريات بيضاء والأجزاء من الخلايا التي هي الصفائح الدموية، ليست بخلايا كاملة وإنما أجزاء من الخلايا تسمى الصفائح الدموية. إذا هذه واحد هو كريات حمراء. إذا أكتب كريات. ثانيا طبيعة الحال لاحظوا أن النواة ليست عبارة عن نواة واحدة وإنما مفصصة. إذا هذه خلية بيضاء مفصصة النواة، إذا أقول كرية بيضاء. إذا واصل. يتوفر العنصر واحد اللي هو الكرية الحمراء على صبغة حمراء، ما اسمها؟ الصبغة الحمراء الموجودة في الكريات الحمراء والتي تعطينا اللون الأحمر للدم هي الهيموغلوبين. الهيموغلوبين، الهيموغلوبين. إذا ما دورها؟ إذا هي الفيكس لغاز، يعني تثبت الغازات، تثبت الغازات وخاصة الأود. فهم؟ هذا هو دورها. ننتقل إلى الورقة الأخرى. ننتقل إلى السؤال الآخر. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الذي يؤدي إلى تكون مركب كيميائي بين هذه المادة والCO2. إذا بين هذه المادة اللي هي الهيموغلوبين والCO2 هي التفاعل هو كالتالي، كيكون HbCO2 خضاب كربوني حينما يصل إلى الأسناخ الرئوية يتفكك لأنه مركب غير ثابت، يعطينا الهيموغلوبين زائد CO2 الذي ينتقل إلى هواء السلخ ومن ثم يخرج إلى الخارج عبر عملية الزافير. سؤال رقم 3. تتبع مسار الدم خلال الدورة الدموية وذلك بإضافة الأعضاء الناقصة. عندي أذينة يسرى، نعم أذينة يسرى، إذا تليها بطين أيسر. عندنا شريان أبهر، شريان أبهر هذا مكان فارغ يعني زائد، ثم بعد ذلك الأعضاء. من الأعضاء ينتقل الدم إلى عبر الوريد الأجوف، ثم الأذين اليمنى، بعد ذلك البطين الأيمن، ثم الشريان الرئوي الذي ينقله إلى الرئة، بعد ذلك يعود إلى القلب عبر الأوردة الرئوية. التمرين الأخير. تمثل الوثيقة أسفلها رسما تفسيري للتبادلات الغازية التنفسية على مستوى سنخ رئوي. أولا أتمم الرسم بوضع
O2 و CO2 الدم الخارج والدم الداخل سنخري آوي شعيرة دموية الهواء الداخل الهواء الخارج. مهم كما تلاحظون عندنا هنا سنخري آوي، هنا هواء داخل عبر عملية الشهيق، هنا الهواء الخارج عبر عملية الزفير، مفهوم؟ إذا هذا هنا هواء الخارج، أكتب الهواء الخارج وهنا الهواء الداخل. لاحظوا هنا، هنا شعيرة دموية أو الدم الداخل، عفوا هنا الدم الداخل إلى السنخ الآتي من الأعضاء والداخل إلى الرئة، هذه شعيرة دموية. ثم يكون هناك تكون هناك تبادلات غازية بواسطة مبدأ انتشار الغازات، إذن سيدخل هنا ثنائي أكسيد الكربون ويخرج الأو2 الذي يكون في هواء السنخ. إذن هذا سنخ رئوي، هنا الدم الخارج من الرئة الذي سيذهب إلى الأعضاء، لونه فاتح أحمر فاتح غني بالأو2، مفهوم؟ إذن سؤال آخر، لون بالأخضر الدم الغني بالأو2، إذن الدم الغني بالأو2 يكون هذا الجزء يكون دما غنيا بالأو2، وهذا الجزء الآتي من الأعضاء يكون دما غنيا بالCO2، مفهوم؟ ما هي الخاصية التي تتحكم في انتشار الغازات والتي تساعد على التبادلات الغازية التنفسية؟ إذن كما سبق وأن ذكرت أن الخاصية التي تساعد على التبادلات الغازية التنفسية والتي مختصة بانتشار الغازات هي قانون انتشار الغازات. ماذا يقول هذا القانون؟ لا لوا دو ديفيزيون دي غاز. ماذا تقول؟ تقول أن ينتقل الهواء من الحيز ذا الضغط المرتفع إلى الحيز ذا الضغط المنخفض. إذا هنا CO2 هو غاز يكون في هذا الجزء من الشعيرة الدموية يكون ضغطه مرتفعا، يعني بي CO2 تكون مرتفعة، إذا ينتقل إلى هنا، و البي او 2 يكون هنا مرتفعا ينتقل الى الدم. اذا هذه هي الخاصيه، ينتقل اكتبوها، ينتقل الغاز من المكان ذا الضغط المرتفع الى الحيز ذا الضغط المنخفض المنخفض حتى يكون أو حتى يكون هناك موازنة أو توازن يسكاليكيليبر، مفهوم؟ أو تساوي ما بين الحيزين من ناحية الغازات. إذن أذكر الخصائص التي تسهل التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الرئتين. هناك ثلاثة خصائص تسهل التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الرئتين، أذكر من بينها: أولا وجود عدد كبير من الأسناخ الرئوية، يصل عددها إلى 350 أو 300 حتى 350 مليون سنخ في الرئة الواحدة، مفهوم؟ كذلك الخاصية الثانية كثافة كبيرة من الشعيرات الدموية. ثم الخاصية الثالثة وهي وجود جدار
رقيق أو دقيق، نفود في السنخ، في السنخ هو كذلك الشعيرة الدموية، في السنخ هو الشعيرات الدموية، الشعيرات الدموية يساعد على تسهيل تبادل الغازات. إذن هذو هما الخاصيات الثلاث. أولا يوجد عدد كبير من الأسنخ الرئوية، 350 مليون سنخ في الرئة الواحدة، كثافة كبيرة من الشعيرات الدموية، وجود جدار رقيق نفوذ، لا من ناحية السنخ الرئوي ولا من ناحية الشعيرة الدموية، يساعد على تسهيل تنقل أو تبادل الغازات. كان هذا التصحيح للامتحان المحلي مسار عربية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.